in hearing. في التمبرال موف، في السوبيريور تمبرال جايرس. في النص بتاعهم هتلاقي بقى الاريا اللي حواليها كلها اللي هي بقيه السوبيريور تمبرال جايرس هنسميها اوديتوري اسوسيشن اريا. زيها زي مثلا الاريا اللي موجوده في الاوكسيبيتال لوب مسؤوله عن perception of visual stimuli، يعني دي primary visual area اللي هي رقم 17. حواليها الاوكسيبيتال لوب كله من على الميديال وعلى اللاترال سيرفيس بيعمل visual association area. فتلاقي الكلام ده سهل، وحتى لو قريته لوحدك تقدر ان انت ايه تفهمه بسهوله. بعد كده هتدخل على الليجن. الليجن دي اكتر منها في السيولوجي، اكتر من اناتومي. يعني مثلا لما اقول لك هيحصل ليجن في الفيجوال اسوسيشن، في ال يس في الفيجوال اسوسيشن اريا، متوقع السندروم اللي هيحصل اسمه ايه؟ هو هيبقى مش قادر يفهم الحاجه اللي بيشوفها. يعني هو هيشوف بس مش قادر يعمل انتربريتيشن للفيجوال ستيمولاي. اللي مش قادر يفهم ده بنسميه اجنوزيا. ففي حاجه اسمها فيجوال اجنوزيا، في حاجه اسمها اوديتوري اجنوزيا، تمام؟ فكلمه اجنوزيا الليجن في الاسوسيشن اريا، تمام؟ ما تقلقوش، الموضوع ده هيتشرح لكم تاني في الفسيولوجي، وبرضه مشروع عندكم في الاونلاين ماتيريال، وان شاء الله لو في وقت هشرحه لكم تاني في اخر المحاضرات. المهم النهارده هنشرح الفنتريكولار سيستم. ايه بقى الفنتريكولار سيستم؟ البرين فيه فراغات زي ما اتفقنا، في اثنين lateral ventricle، كل lateral ventricle موجود inside each cerebral hemisphere. وبعدين ما بين ال right cerebrum وال left cerebrum في فراغ في النص، الفراغ ده اسمه ايه؟ third ventricle. وبعدين ما بين السيريبيلم ورا والبرين ستيم من قدام في فراغ اسمه ايه؟ fourth ventricle. ولازم يكون في communication ما بين الventricles دي وبعضها عشان يحصل سريبرو سباينال فلويد سيركيليشن. طيب من اهم الاشياء اللي بندرسها في الاناتومي الريليشنز، ريليشنز اوف ذا فنتريكل. النهارده هناخد اللاترال فنتريكل. طيب مين اكتر حاجه عامله ريليشن مع اللاترال فنتريكل؟ المحاضره اللي فاتت حاجه اسمها البيزل نيوكليار، تمام؟ طيب ايه هي البيزل نيوكليار دي؟ زي ما اتفقنا في حاجه اسمها اوتر جراي ماتر والانر جراي ماتر موجوده في السريبرم. الاوتر دي ممثله في الكورتكس اللي احنا اتفقنا فيه بقى موتور كورتكس وسنسوري كورتكس اللي فيه الفانكشنال اريز. وبعدين في انر جراي ماتر ممثله في البيزال نيوكليا. طيب ايه هي البارتس اوف ذا بيزال نيوكليا؟ عندي في اربع بارتس، حاجه اسمها كوديت، وحاجه كوديت نيوكليس طبعا، وحاجه اسمها لينتي فور نيوكليس، وبعدين في حاجه اسمها اميجدالويد او اميجدالا، وبعدين في تو بارتس صغيرين من الميد برين، حاجه اسمها سبستانشيا نيجرا، حاجة تانية تحتها اسمها سب ثلاميك نيوكليس، وفي بارت ملوش فانكشن موجود ورا او بره خالص اسمه كلوسترا. تمام الكلام؟ طيب اكتر حاجة بتعمل ريليشن مع اللاترال فنتريكل اتنين منهم، حاجة اسمها لينتي فورم نيوكليس والتانية اسمها الكوديت نيوكليس. دول الاتنين اللي عاملين الريليشن مع اللاترال فنتريكل. طيب ازاي بقى عاملين الريليشن دي؟ طبعا لازم نرسم رسمة هنا بسيطة كده عشان نشرح الريليشن ما بينهم الاتنين. لو تخيلنا ان احنا بنشوف lateral view للسريبرم، نرسم السريبرم كده. This is the front and this is the back. يعني ده الفرونتال لوب وده الايه الاوكسيبيتال لوب، وتحت هنا هيكون التمبرال لوب. ده التمبرال لوب. طيب لو انا شايفه lateral view اول حاجه بشوفها ايه؟ زي ما اتفقنا بقى من محاضره الكورتكس، ده اسمه ايه؟ ده عباره عن lateral fissure، او اتفقنا بقى عشان نسميه بالمسمى الصح posterior ramus of the lateral fissure. طيب لو انا شفت posterior ramus ده هلاقي ايه المدفون جوه؟ الانسولا. يبقى this is the insula. لو انا بقى بشوف من بره لجوه، من اللاترال للميديال، اول استراكشر هفصله لبره هو الانسولا. ادي الانسولا اهي وعليها السالكا السنتراليس انسولي والجيراي والسالكاي اللي عليها، يبقى ده اول استراكشر. طيب وانا داخل لجوه زي ما اتفقنا من لاترال لميديال هلاقي ايه ورا الانسولا؟ لو انا شلت الانسولا وخرجتها بره البرين هلاقي بدايه اللينتي فورم نيوكليس. لينتي فورم نيوكليس دي زي ما هتشوف في محاضره الاونلاين او اللي فيكم شافها شكلها لينس. الجزء اللي بره منها بنسميه بيوتامين،
مين؟ جلوبس باليدس. وهذا الجلوبس باليدس في جزء اكسترنال وجزء انترنال، يعني كانه متقسم الى تو بارتس لاترال وميديال. اللي بره هيبقى جلوبس باليدس اكسترنال، واللي جوه جلوبس باليدس انترنال. اللينتي فورم نيوكليس دي ماسك فيها نيوكليس ثانيه اسمها ايه؟ كودات نيوكليس. الكودات نيوكليس عامله ريليشن مع اللينتي فورم نيوكليس ازاي؟ بانها بتكون ماسكه بالمنظر ده كده. الكودات نيوكليس شكلها كوما شيب، ليها هيد وبادي وتيل، واخر جزء من التيل بيمسك في نيوكليس ثانيه برضو من البيزر نيوكلياي اسمها اميجدالا. سمعنا عن الاميجدالا دي قبل كده؟ موجوده فين؟ في الانكس. والانكس موجوده فين؟ تحت في التمبرال لوب. الانتيريور اند اوف ذا باراهيبوكامبال جايروس از كولد ذا انكس. وقلنا جواه في الاميجدالا، والاميجدالا اللي فيها السميل سنتر. فجت هنا هي الاميجدالا، يبقى ذيس از ذا اميجدالا. الاميجدالا ماسكه في التيل في كودات نيوكليس، التيل بيعمل كيرف على اللينتي فورم نيوكليس وينتهي بالهيد اللي بتبقى فيوزد مع الانتيريور اند اوف ذا لينتي فورم نيوكليس. يبقى دي اللينتي فورم الحمراء، والزرقاء دي هي الايه؟ الكودات نيوكليس. طيب لو مشيت من لاترال ميديال زي ما اتفقنا، افتكر ايه الاستراكشر اللي هلاقيه بعد كده وهو الموست ميديال؟ الثلمس. يبقى اخر حاجه هلاقيها للميديا اللي جوه خالص هي الثلمس، وما بين الثلمس في الرايت والثلمس الليفت هلاقي فيه ايه؟ الكليفت اللي احنا اتفقنا اسمه ثيرد فينتريكل. تمام؟ يبقى انا عايزاكم نتخيل الترتيب ده والاستراكشر ده. طب لو قلت لكم ان في حاجه ماشيه ما بين الكودات وما بين اللينتي فورم لونها ابيض، الفايبرز دي جايه من فوق من البري سنترال جايروس او من الكورتكس عموما، ونازله لتحت هتمشي في البرين ستيم وهتنزل للسباينال كورد، يبقى هنسمي الفايبرز دي ايه؟ ايوه انترنال كابسول. يبقى دي هي الانترنال كابسول. برضو اللي فيكم حضر المحاضره، الانترنال كابسول دي شكلها في شيب، ليها انتيريور ليب وليها بوستيريور ليب وليها جينيو. اناتوميكال بارتس بتاعتها مهمه جدا، هي ليها 5 بارتس. في بعد كده في حاجه اسمها الريترو لينتي فور وحاجه اسمها الساب لينتي فور. كل بارت منهم انت لازم تعرف ايه اللي طالع منه ونازل فيه، الاسندنج تراكس والديسندنج تراكس اللي فيها. ولازم تعرف البلاد سبلاي ان شاء الله ناخده في اخر محاضره مع الليجنز اوف ذا انترنال كابسول. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي هي الايه؟ اسمها الانترنال كابسول. فلو جيت زي ما اتفقنا ناخد الستراكشرز من اللاترال ميديال، يبقى اول حاجه هشيلها الانسولا، هلاقي بعديها على طول ايه بقى؟ والمعين. ها؟ اللينتي فورم نيوكليس، واللينتي فورم ماسك فيها الكودات وما بينهم الفايبرز اوف ذا انترنال كابسول. طيب ايه علاقه الكلام ده كله باللاترال فينتريكل؟ ما هو انا عندي اللاترال فينتريكل ده الفراغ اللي موجود في البرين بيمتد بالمنظر ده. ده الفراغ اللي جوه البرين، اللاترال فينتريكل. هنعرف دلوقتي الـ parts of the lateral ventricle. دكتورة؟ يس؟ ممكن تشدي على الأحمر شوية؟ أشد عليه؟ حاضر. ده كده الـ lateral ventricle. بارت منه بيكون في الفرونتال لوب، وبارت منه بيكون في الأوكسيبيتال لوب، وبارت تاني فيه اسمه اللي تحت التمبرال لوب، وبارت ماشي في البرايتال لوب. طيب لو جينا بقى عملنا ايه؟ اخدنا اللينتي فورم مع الكودات وحطيناها هنا عشان اشوف الريليشنز بتاعتها ماشيه ازاي. هلاقيها عامله كده. دي الزرقاء دي هي الكودات. كودات نيوكليس. زي ما اتفقنا الكودات نيوكليس ليها هيد وليها بودي وليها تيل. لو جيت اقول لك اوصف لي الريليشن بتاعت الهيد اوف كودات نيوكليس مع الانتيريور هول اوف ذا لاترال فينتريكل كاناتومي بقى، هي موجوده فين دلوقتي؟ ايوه، كلمه انفيريور دي في الاناتومي بنسميها ايه؟ فلور. يبقى اذا الهيد اوف كودات نيوكليس موجوده في الفلور، وبارت منها موجوده
lateral wall of the anterior horn of the lateral ventricle. لو جيت اقول لك طب وصف لي العلاقه ما بين البادي والبادي. البادي اوف ذا lateral ventricle مع البادي اوف كوديد نيوكليس موجوده فين؟ في الفلور. يبقى اذا البادي اوف ذا كوديد نيوكليس is lying in the floor. خلي دي كبيره كده عشان تتخيلوا المنظر ازاي. is lying in the floor of the body of the lateral ventricle. طيب لو رجعت شويه لورا شايفين الاوكسيبيتال لوب فين؟ هل له اي علاقه مع الكوديد؟ بعيد تماما عن الكوديد، هيبقى له ريليشنز ثانيه هنشوفها كمان شويه. لكن لو رجعت تحت للتيل اوف كوديد نيوكليس ومعاها الانتيريور ستراكشر اللي اتفقنا عليه اسمه ايه؟ اميجدالا. دول الاثنين ماشيين بالنسبه للانفيريور هول، اوصفهم ازاي؟ في الروف. تمام؟ يبقى لازم اعرف التريبل ريليشن ده قبل ما نشوف اي حاجه ثانيه. لازم اخد سكشن هنا وسكشن هنا وسكشن هنا. اول حاجه في الانتيريور هول the head of caudate nucleus is lying in the lateral and floor. لو رجعت للبادي هيبقى البادي of caudate nucleus and lying in the floor of the body of the lateral ventricle. The tail of caudate nucleus and the amygdala in the roof of the inferior horn of the lateral ventricle. حد مش فاهم الجزئيه دي؟ دي اهم حاجه لازم نعرفها. اخر حاجه دلوقتي التيل of caudate nucleus مع الاميجدالويد اللي هو الجزء ده. تمام؟ الجزء ده بالنسبه لو اخدته وحطيته جوه البرين هيبقى موقعه فين بالنسبه لللاترال فنتريكل؟ هيبقى فوق. هيبقى فوق الجزء اللي تحت من اللاترال فنتريكل. اوكي؟ عشان كده بنسميه في الروف اوف ذا انفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. بقيه الريليشنز بقى ان شاء الله نشوفها واحنا بناخد السلايد شو. اللي بعد الانسولا هيكون اللينتيفورم نيوكليس، شايفينها؟ هي دي.
التي فور نيوكليس ليها اوتر بارت اسمه بيوتامين وانر بارت مقسوم لجزئين جلوبس باليدس اكسترنال وجلوبس باليدس انترنال. طيب في كمان لاير من الجراي ماتر موجوده ان اوتر موست بارت اوف ذا لينتيفورم نيوكليس دي هتلاقوها مكتوبه عندكم في البيزال نيوكلياي اسمها كلوسترا اوف انون فانكشن يعني ما فيهاش فانكشن في الكنترولنج موتور اكتيفيتي. طيب بعد كده لو دخلت لجوه كمان هلاقي هنا الكوديت نيوكليس بدات تظهر اهي وده الثالامس شايفين بقى الفي شيب ستراكشر اللي ما بينهم دي كده الانترنال كبسول. This is the anterior end أو anterior limb of the internal capsule. Geno, posterior limb والبارت ده بنسميه retrolentiform part of the internal capsule. طبعا this is the thalamus والكافيتي اللي في النص ده هو ايه؟ الثيرد فنتريكل. تمام كده؟ ده شكل البيزال نيوكليا. تقدروا توصفوها لي بقى دلوقتي؟ لو قدامكم مثلا رقم 1 دي هتبقى ايه؟ ايوه دي كده الكوديت نيوكليس ستراكشر ده هو الكوديت نيوكليس. This is the head of كوديت body tail of كوديت نيوكليس واخر حاجه اللي اتفقنا ان هي ايه ماسكه فيها اسمها الاميجدالويد اللي هي رقم 8 دي. طب البارت اللي هو اللي جوه ده بقى ده اللينتيفورم نيوكليس ده lateral انتوا شايفينها من اللاترال فيو دلوقتي يعني فوق الكوديت وتحتها اللينتيفورم. اللينتيفورم فيها external part وinternal part اللي هم اسمهم بلوبس باليدس external و internal. طيب هنا ده lateral ventricle. لما تيجي بقى توصف lateral ventricle anatomical parts بتاعته في حاجه اسمها anterior horn في حاجه اسمها body posterior horn او occipital horn و inferior horn او اللي بيسموه temporal horn of the lateral ventricle. طيب ال extension بتاعته من فين؟ خد خط ما بين الفورامين ده، الفورامين ده اسمه ايه؟ interventricular foramen. بيعمل ايه الفورامين ده؟ بيوصل ما بين اللاترال فنتريكل جوه والكافيتي اللي بره اللي سميناه ايه؟ ثيرد فنتريكل. لو تخيلنا ان دي الثلامس. الثلامس ده ما بينها وما بين الناحيه الثانيه هيكون في كافيتي اللي سميناه ايه؟ ثيرد فنتريكل. ما بين الثيرد فنتريكل واللاترال فنتريكل جوه الفورامين ده اسمه interventricular foramen. خد بقى خط منه لحد ما توصل للكوربوس كالوزم من فوق. اللي قدامه ده هيبقى هو الانتيريور هول واللي وراه هو البادي اوف ذا لاترال فنتريكل. امال البوستيريور هورن او الاوكسيبيتال موجود فين؟ ورا السبلينيوم لجوه. وطبعا الانفيريور هورن موجود تحت في التمبرال في التمبرال ايه؟ لوب. يبقى احنا عرفنا ان الانتيريور موجود قدام اللي هو الفرونتال هورن والاوكسيبيتال هورن موجود بوستيريور والانفيريور هورن موجود تحت. طب امال البادي ده موجود فين بقى؟ ها؟ في البرايتال لوب. مش ده الفرونتال لوب؟ وده البرايتال لوب، ده الاوكسيبيتال لوب، وده التمبرال لوب. يبقى البادي موجود في البرايتال لوب اوف ذا برين. ما بين البادي وما بين الاوكسيبيتال هول وما بين اللي تحت ده اللي هو الانفيريور هول في اريا شكلها تريانجولار يعني. الاريا دي بيسموها تريجون اوف ذا لاترال فنتريكل. ومهمه ليه؟ عشان بيكون فيها حاجه اسمها كورويد بلكسس. طيب الصوره دي سوبيريور فيو للاترال فنتريكل. احنا كده عاملين شايلين عاملين هوريزونتال بس من فوق عشان نشوف الكافيتي اوف ذا لاترال فنتريكل. فباين هنا الانتيريور هول وباين ورا البوستيريور هول اللي هو رقم 3 ورقم 4 ده هيكون ايه؟ الانتيريور هول. فانا عايزه اتخيل شكل البريك ده كده الفرونتال لوب ده الاوكسيبيتال لوب واللي تحت ده هو ايه؟ التمبرال لوب. ففي هنا الفرونتال هول والاوكسيبيتال هول والتمبرال هول. البادي هيكون في المنطقة دي اللي هو اللي بيسموه السنترال بارت أو البادي أوف ذا لاترال فنتريكل. طيب شايفين بقى الاستراكشر اللي هو رقم 5 ده هو عبارة عن إيه؟ الكرويد بلكسس. إيه هي الكرويد بلكسس دي؟ بتعمل سكريشن السريبرو سباينال فلويد عبارة عن طفل من الكابيلاريز. الكابيلاريز دي بتيجي من البلاد سبلاي بتاع البرين نفسه اللي هو انتيريور وميدل وبوستيريور سريبرال ارتري. بس في برانشين اتنين بس منهم هما اللي بيعملوا كرويد بلكسس. حاجه اسمها انتيرو كرويدال ارتري وحاجه اسمها بوستيرو كرويدال ارتري. دول الاثنين بيلفوا بطريقه معينه جوه الكافيتيز اوف ذا فنتريكلز ويعملوا الكرويد بلكسس. طيب شايفينها اللي هي بدايه رقم 5 دي ورقم 6 ده اللي هو المور تافت اوف ذا كابيلاريز اللي بيسموها الجلومس. الجلومس دي مع الادفانسد ايج بتبقى فيها كالسيفيكيشن
بتيجي تعمل اكس راي او سي تي تبان لك نقطه بيضه كده فتعرف ان ده الايج بتاعه مثلا above 40 اللي هي الجلومس اوف ذا كورويد بلكسس. طيب ده برده فيو تاني لللاترال فنتريكل بس في ديتيلز شويه. لو جينا تخيلنا ان this is anterior this is posterior this is the anterior part of the corpus callosum اللي اسمه ايه بقى؟ جينو of the corpus callosum. The posterior part of the corpus callosum اسمه splenium. يبقى هنا الجينو رقم 6 ورقم 9 ده هو ايه؟ splenium. اللي منكم حضر المحاضره هيلاقي ان في فايبرز بتطلع من الجينو اسمها ايه؟ forceps minor. والفايبرز اللي طالعه من رقم 9 ده بنسميها الفورسبس ميجر. ده طبعا الانتيريور هورن اللي هو رقم 1. رقم 2 ده هيكون الاوكسيبيتال هورن داخل جوه الاوكسيبيتال لوب. وده هيكون السنترال بارت او البادي. وده هنا رقم 4 اللي هي الكرويد بلكسس. لما اجي اشوف بقى الميديال هون للفنتريكل هنا كده ميديال يبقى لازم استحضر في ذهني ايه؟ صوره السيرجيكال سكشن. مين اللي كان مقافل على اللاترال فنتريكل من ناحيه ميديال؟ سيبتوم ليوسيدم والفورنكس. مش هو ده اللي كان عامل الميديال هول؟ لو رحت على طول عشان افتكر اهي السيبتوم ليوسيدم والفورنكس دول موجودين في الميديال هول اوف ذا لاترال فنتريكل. فده نفس الصوره اهي هنا هيبقى السيبتوم ليوسيدم اللي هي رقم 5 والفورنكس ده اللي هو لو شلت رقم 5 ده هلاقي هنا الكات انتيريور بوردر بتاعه الفورنكس. طيب هنا الثلمس وهنا الثلمس يبقى اللي في النص ده ايه؟ ايوه الثيرد فنتريكل. شايفينه صغير ازاي؟ طيب لو جيت بقى عملت كورونال سكشن عشان اوصف كل بارت من اللاترال فنتريكل وايه الريليشنز بتاعته. انا دلوقتي عايزه استحضر السيرجيكال مع الهوريزونتال. طيب لو جيت شفت هنا ده الثلمس this is the thalamus and this is the other thalamus. This is the body of the lateral ventricle. اولا الكورونال سكشن ده متاخد فين؟ في السنتر بالظبط، يعني ماشي في البرايتال لوب. لو انت تخيلت سكشن اخدته من فوق لتحت، ايه الاستراكشر اللي هتقطعه من فوق؟ انزل كده معايا. اول حاجه قطعناها ايه؟ الكوربس كالوزم. مين بقى في الكوربس كالوزم؟ البادي بتاع الكوربس كالوزم. لان لو قطعته قدام في الفرونتال لوب يبقى انا جبت الجينو، لو قطعته ورا في الاوكسيبيتال لوب يبقى انا جبت السبلينيوم، لكن انا في النص يبقى اول حاجه اقطعها البادي اوف ذا كوربس كالوزم. لو نزلت تحته هلاقي ايه؟ سيبتوم ليوسيدم. طب نزلت تحت السيبتوم ليوسيدم البادي اوف ذا فورنكس. طب نزلت تحت الفورنكس ثالامس. اهي دي الاستراكشر اللي بانت في النص. ده كده البادي اوف ذا كوربس كالوزم وتحتيه البادي اوف ذا فورنكس والسيبتوم الصغيره الضيقه دي هي السيبتوم ليوسيدم. وبعدين ده الثالامس وما بين الثالامس والثالامس في الثيرد فنتريكل. فانا كده في الصوره دي وصفت الميد لاين ستراكشرز الموجوده في النص. طيب مين الكافيتي اللي هو لونه اسود ده؟ تمام which part of the lateral ventricle؟ ها مين اللي ماشي في البرايتال لوب؟ السنترال بارت او البادي اوف ذا لاترال ventricle. لذلك في الصوره دي يقول لك ذا بادي از ريليتد تو بادي اباف اند بادي بلو. ايه بقى البادي اللي ريليتد للبادي والبادي ده؟ البادي اوف ذا لاترال فنتريكل او السنترال بارت اوف ذا لاترال فنتريكل is related above to the body of the corpus callosum and below to the body of مين هيقول لي؟ كودات نيوكليس اللي هي اللي هنا اللي كانت موجوده تحت هنا في الصوره. يبقى البادي اوف كودات نيوكليس جاي برضو تحت البادي اوف ذا لاترال فنتريكل. بادي اوف ذا corpus callosum من فوق بعدين اللاترال فنتريكل وتحتيه البادي اوف ذا كودات نيوكليس جايين في السنتر. طيب يبقى الروف اوف ذا بادي of the lateral ventricle is formed by body of the corpus callosum. The floor of the body of the lateral ventricle is formed by body of the caudate nucleus plus thalamus. لان الثالامس احنا اتفقنا هنا الكوديت وجنبيها الثالامس وما بينهم في جروف. طيب لو قلت لك الميديال وول سهل بقى. الميديال وول معمول بايه؟ بالسيبتوم ليوسيدم والفورنكس. دول اللي قافلين على الميديال وول اوف ذا لاترال فنتريكل. جبت واحد من الساجيتال سكشن والتاني جبته من الكرون. طب لو رجعت شويه هنا ده طبعا انتيريور هورن وده البادي وهنا البوستيريور هورن. شايفين الاستراكشر اللي موجود هنا ده هيكون ايه؟
ده كده sagittal section. Sagittal section ده الفور بستالوزم الروستروم والجينو والبادي والسبلينيا وده الفورمكس وما بينهم السبتم اليوسيدم. تحت هنا هيكون في ايه؟ الثالامس. شايفين ما بين الثالامس وما بين الفورمكس في هنا فيشر. الفيشر ده مهم جدا اسمه ايه؟ كورويد فيشر. ليه سميناه كورويد فيشر؟ بيدخل منه الكورويد بليبسس اللي هتدخل جوه الكافيتي اوف ذا لاترال فنتريك. يبقى اذا الكورويد بليبسس بتدخل من الفيشر وتدخل جوه الكافيتي. This is the anterior horn of the lateral ventricle. الريليشن بتاعته بقت اسهل. Anterior horn هفتكر الرسم اللي رسمتها على السبوره. مين كان عامل الفلور واللاترال بارت؟ الهيد اوف كوديت نيوكليس. ما احنا طلعنا لقدام. بقت الهيد هي اللي موجوده في الفلور وفي اللاترال وول. طب مين عامل الروف من فوق؟ الكوربس كالوزم. ستيل الكوربس كالوزم لسه فوق. طيب يبقى انا عرفت الروف وعرفت الفلور. مين قافل على الميديال وول؟ سبتم ليوسيدم وجزء مصنوع من قدام بالروسترم اوف ذا كوربس كالوزم. ازاي الكلام ده؟ اهو ذس از انتيريور وول. جزء منه مستخبي اهو ورا الجزء ده بتاع الكوربس كالوزم. لو جيت اقول لك ايه هو الميديال وول اوف ذا انتيريور وول؟ الجزء ده من الكوربس كالوزم اللي سميناه ايه؟ الروسترم والسبتم ليوسيدم. والسبتم ليوسيدم اللي ماسكه فيه الروسترم ما بينهم وما بين الفوركس. يبقى الجزء ده كله عامل الميديال وول. الجزء ده عامل الفلور. واللي فوق هو عباره عن جينو اوف ذا كوربس كالوزم. طب لو رجعنا شويه بقى ناحيه البوستيريور وول قلنا ملوش علاقه خالص بايه؟ بالكوديت نيوكليس. هيطلع لي بقى حاجتين تانيين هما اللي عاملين الريليشن اوف ذا بوستيريور وول. ايه هما الحاجتين دول؟ عايزاكم تبصوا على الصوره دي الاول. الاستراكشر ده اسمه ايه؟ ايوه السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم. لو انا شفت السبلينيوم ده من جوه يعني لو خدت انا دخلت جوه هنا كده بقيت صغير ودخلت جوه عشان اشوف الميديال وول اوف ذا اوكسيبيتال وول هلاقي السبلينيوم ده عامل بوشنج جوه الميديال وول اوف ذا لاترال فنتريك. الفوشن كده بنسميه بالك اوف ذا سبلينيوم وده اللي عامل الميديا ريليشن. طيب ايه الاستراكشر او ايه الفيشر اللي جاي من ورا السبلينيوم ومكمل على الاوكسيبيتال بول؟ في كده فيشر طالع من هنا كده ومكمل على الاوكسيبيتال بول اسمه ايه؟ على الاوكسيبيتال لوب سوري. كالكاراين سالكس صح؟ مش كان في كالكاراين سالكس؟ نفس الكالكاراين سالكس ده برضه عامل بوشنج للميديا بول جوه في الكافيتي بتاعت البوستيريور بول عامل اليفيشن. الاليفيشن ده بنسميه كالكاريتس. بما انه اسمه كالكاراين سالكس يبقى الامبريشن بتاعه اللي جوه هيبقى اسمه كالكاريتس. دول اهم حاجتين تعرفهم في البوستيريور هول. ادي كده البوستيريور هول اهو. خلينا نشوف الصوره دي قبلها. هنا ده البوستيريور هول صح ولا لا؟ طيب كده ميديال ولا لاترال؟ بالنسبه للبوستيريور هول نفسه ميديال صح؟ طيب مش ده السبلينيوم؟ شايف السبلينيوم عامل ايه؟ عامل بوشنج كده داخل جوه الوول اوف ذا بوستيريور وول اللي هو السهم الاخضر بيشاور عليه ده. فسميناه ايه؟ بالج اوف ذا سبلينيوم اللي هو ده. لو رجعت لورا شويه هلاقي فيه هنا فيشر اللي هو السالكس اللي اسمه الكالكاراين سالكس. كالكاراين سالكس كمان عامل اليفيشن بيسموه الكالكاريتس اللي هو رقم سبعه. لو رحت رقم سبعه هتلاقي فيه كالكاريتس اللي هو ده. يبقى البالج اوف ذا سبلينيوم وراه الكالكرافس الاثنين موجودين في الميديال وول اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا لاترال فيت. دي اهم ريليشن فيه. طيب لو رجعت شفت الانفيريور هورن بقى. بوستيريور هورن ده كده شايفين الاليفيشن ده؟ ده البالب اوف ذا بوستيريور اوف ذا سبلينيوم وراه على طول هنلاقي الايه؟ الكالكرافس. متخيلين شكلها عامل ازاي؟ لكن اللي عامل الروف واللاترال وول اخر بارت من الكوربس كالوزم. احنا الكوربس كالوزم طالع من الانتيريور هول الفورسبس ماينور وطالع من البوستيريور هول الفورسبس ميجور. امال البادي طالع منه ايه؟ الفايبرز اللي طالعه من البادي اسمها تيبتم. التيبتم دي هي اللي بتمسك بقى الروف واللاترال وول اوف ذا بوستيريور وول وكمان الانتيريور وول. يعني هي بقيه الكوربس كالوزم اللي مغطي السطح بتاع اللاترال فنتريكل. فهتلاقي هنا دي بيسموها تيبتم اوف ذا كوربس كالوزم از فورمينج ذا روف اند لاترال وول اوف ذا بوستيريور هول وكمان الانفيريور هول اوف ذا لاترال فنتريكل. لو رحنا شفنا الانفيريور هول ده كده الانفيريور هول اللي موجود ورا في التمبرال. طيب من الرسمه اللي رسمناها على السبوره
مين الستركشر اللي ماشي في الروف of the inferior hall؟ الكودات انهي برضه في الكودات؟ التيل ومعاها الاميجدالا. يبقى الاثنين ستراكشر دول ماشيين في الروف اوف ذا انفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. طب لو شفت من تحت مين الاستراكشر اللي موجود في الفلور؟ لا ده احنا بعيد عن الثلمس خالص. الثلمس دي موجوده فوق، يعني الثلمس اهي عشان تشوفي الصوره، الثلمس دي هنا تمام. شوفي بقى احنا فين؟ احنا تحت هنا. طيب مين اللي هيبقى تحت الانفيريور هورن من تحت؟ طيب مش تحت هنا في اسمه تنتوريال سيرفيس؟ التنتوريال سيرفيس ده مش فيه جايرس؟ اسمه باراهيبوكامبال جايرس. طيب الباراهيبوكامبال جايرس ده فيه ستراكشر اسمه ايه؟ ها الهيبوكامبس. اهو الهيبوكامبس ده اللي عامل الفلور اوف ذا انفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. يبقى مهم قوي اعرف ان تحت في الفلور في الهيبوكامبس اللي هو اخر ستراكشر من تحت، لكن فوق في التيل في كودات نيوكليوس ومعاها الاميجدالا. وصلت لكم الصوره ولا لسه؟ يعني اهم حاجه ان انت تتخيل الريليشن اوف ذا لاترال فنتريكل. اهو ذس از ذا هيبوكامبس اللي هو ده عامل الفلور اوف ذا انفيريور هورن، ومن فوق هنا ذس از ذا تيل اوف كودات نيوكليوس بلس ذا اميجدالا. طيب لو قلت لكم برده هيبقى الروف بتاعه هو اللاترال وول معمول بايه؟ برده التيبتم اوف ذا كوربس كالوس. هنا دي كده فتحنا الانفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. طبعا اللي هنا ده الجايرس اللي موجود تحت ده اسمه الباراهيبوكامبال جايرس. لو عملت له ديب دايسكشن هلاقي الهيبوكامبس. شايفين الهيبوكامبس؟ ذس از الهيبوكامبس. طيب مش في كمان في تحت هنا في حاجه اسمها كولاترال سلفس؟ كولاترال سلفس ده اللي هو الاول سلفس ورا الهيبوكامبال على طول. هو نفسه برده عامل بوشنج للانفيريور هورن ومطلع جزء منه جوه الفلور بنسميه كولاترال ايمينس. فكان الفلور معمول بتو ستراكشرز، قدام الهيبوكامبس وورا الكولاترال ايمينس. وات از ذا كولاترال ايمينس؟ ذس از ا بارت اوف ذا فلور اوف ذا انفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل فورمد باي ذا كولاترال سلكس. الناس طبعا دخلت كل الريليشنز في بعضها صح؟ نبدا بقى نمسكها بارت بارت عشان نجمعها تاني. معايا كده؟ شايفين الرسمه دي؟ الرسمه دي والله زمايلكم اللي رسمتها. رسموا الريليشن اوف ذا لاترال فنتريكل مع الكودات نيوكليس. سيبك من الاستراكشر اللي لونه بيربل دوت، دي حاجه ثانيه هم رسموها زياده مش مهمه بالنسبه لنا. المهم بص على الاستراكشر اللي لونه اورنج ده. This is the anterior horn, this is the body, this is the posterior horn, and this is the anterior horn. This is the head of caudate nucleus, body of caudate nucleus, this is the tail and the most anterior end. هيبقى الاميجدالا. لو جيت توصف دلوقتي the relation of the anterior horn of the lateral ventricle. What lies in the lateral wall and the inferior horn? And in the floor, sorry. The head. يبقى the head of caudate nucleus is forming the lateral and the floor of the anterior horn of the lateral ventricle. طب فوقيها هنا هيكون ايه؟ روف. كوربس كالوزم. لان الكوربس كالوزم عامل ارشنج عليها كلها. طيب لو تخيلنا الساجيتال سكشن من ميديا هيكون في ايه؟ سيبتم اليوسيدم والفورنكس. تمام كده؟ نرجع لورا شويه. البادي از ريليتد تو ذا بادي از ريليتد تو ذا بادي فوق. اللي فوق هيكون البادي اوف ذا كوربس كالوزم. طيب الفلور البادي اوف كوديت نيوكليس، وتحت هنا هلاقي ايه؟ ثلمس. طيب الميديال وول سيبتم اليوسيدم والفورنكس. ارجع شويه على خلينا الاول الانفيريور هورن. لو جيت اقول الروف اوف ذا انفيريور هورن از فورمد باي تيل اوف كوديت نيوكليس بلس اميجدالا. فلور اوف ذا انفيريور هورن ها مين اللي هيبقى من تحت؟ الهيبوكامبس ومعاه الكولاترال سلكس الزائد اللي جوه عامل الايه؟ الكولاترال ايمينس. طيب نرجع لورا للبوستيريور هورن. انتوا بقى اللي هتقولوا لي الريليشنز بتاعته لانها مش واضحه على الصوره دي. لو جيت تخيل الميديال وول، مين اللي عامل بوشنج في الميديال وول؟ البالب اوف ذا سبلينيوم وراه على طول كالفاريس. تمام دي اهم حاجه في البوستيريور هول. واللي عامل الروف بتاع البوستيريور هول والانفيريور هول هتبقى التيبتم اللي هي بقيه الكوربس كالوزم. فايبرز اللي طلع من الكوربس كالوزم فصلوها بقى اكتر وعملوا هنا الانتيريور هول وهنا البادي وهنا البوستيريور هول وهنا الانفيريور هول. اقروها بقى براحتكم وارسموا رسمه كده ليكم لنفسكم عشان تشوفوا الريليشن قد ايه جميله ما بين البيزال نيوكليار وما بين اللاترال فنتريكل. اخر حاجه الكرويد
الكرويد بلكسس اوف ذا لاترال فنتريكل. ايه الكرويد بلكسس دي؟ مش اتفقنا ان في حاجه اسمها كرويد فيشر؟ كان موجود فين في الرسمه؟ ها مين يفتكر الكرويد فيشر ده كان فين في الرسمه؟ ها الله يفتح عليك، ما بين الثلاثه وما بين الفورنكس. نرجع تاني اهو شايفينه؟ ما بين ايه؟ فينا حاجات مهمة قوي لازم اعرف اللوكيشنز بتاعتها. لو قلت لك فين موجود الانتر فنتريكولار فورم؟ اوصفوا لي كده. ما بين نقط ونقط. صح؟ حد انت قلتيها صح يا امان. ما بين الثلمس وما بين الفورمكس. يبقى ذا انتر فنتريكولار فورم از سيتويتد posterior to the anterior column of the fornix and the anterior to the thalamus. All of the following is correct about the interventricular foramen, excellent. It lies posterior to the anterior column of the fornix. صح ولا غلط؟ It lies anterior to the anterior end of the thalamus. It connects between the fourth ventricle and lateral ventricle. غلط. هو ما بين ايه؟ ما بين الثيرد واللاترال. طيب منه من الانترفنتريكولار فورامين، وانت راجع لورا، ما بين الثالامس اللي هو الاستراكشر اللي هنا والفورنكس هيكون في حاجه اسمها كورويد فيشر، وسموه كورويد فيشر عشان بيبقى فيه الكورويد فليكسس اللي اتفقنا ان هي بتعمل سكريشن السريبرو سباينال فلويد. من هنا بتبدا تدخل البلاد فيسلز جوه الكافيتي اوف ذا لاترال فنتري. طيب اقرب حاجه بتدخل جوه هنا هتعمل فين بقى؟ هتبقى في البادي وكمان في الانفيريور بول. فلو جيت شفت الصوره اللي بعديها اللي هي دي، شايفين الكرويد بلكسس؟ هي دخلت من هنا من الميديال وبعدين بقت في البادي وكمان بقت في الانفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. كل دي بنسميها الكرويد بلكسس. الكرويد بلكسس دي بتكون معموله بايه؟ بالبلاد فيسل اللي هو سواء كان انتيريور كرويدال او بوستيريور كرويدال ارتري، ولافف حوالين بيا ماتر. بيا ماتر اللي هي ده اخر لاير عامله كفرنج للبري، وكمان بتكون عليها لايمنج اسمها ايه؟ الثلاثة دول مع بعض بنسميها تيلا كورويدا. يعني ايه تيلا كورويدا؟ الحامل او الرافع للكورويد بلكسس. ايه هو التيلا كورويدا؟ دبل لاير اوف بيا ماتر كفرد باي بندبل سيلز وجواها الكورويد بلاد فيسلز اللي معموله بالانتيرو او البوستيرو كورويدا. سهله ولا صعبه؟ اسهل من ده ما فيش، ما تخرجش. الانتمي سهل جدا. فهو بقى الكلمتين اللي احنا قلناهم دول هما اللي ايه اللي مشروحين في السلايد. ايه هي التيلا كورويدا؟ سوري، ذس ذا تيلا كورويدا اللي هي كورويد بلكسس ميد باي تيلا كورويدا تو لايرز من البيا ماتر وما بينهم الكورويد بلكسس. شايفين الكورويد بلكسس هنا وادي الدبل لاير اوف بيا ماتر، وداخل اهو زي ما اتفقنا ما بين الفورنكس وما بين الثلمس. يبقى ده هو الكورويد فيشر اللي داخل فيه الكورويد بلكسس. سهل ولا صعب؟ مفهومه؟ صعب طبعا. يعني خلينا اقول نسمع بعض. خلاص احنا كده وصلنا لاخر حاجه في المحاضره، ناخد بقى الاتندنس وما تدعوش عليا لو سمحت. مش هنسى اقول لكم تذاكروا محاضره الفيزا نيوكلياي النهارده مع المحاضره دي عشان تفهموا الريليشن مع بعضها.